أعلن وزير النقل وكالة عبد الحسين عبطانة عن استعداد الوزارة لفتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية والمحلية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة. وقال عبد الحسين عبطانة أن جميع الفرص موجودة في محافظة البصرة لكونها حاضرة للاستثمار، مضيفا أن الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النقل وهيئة الاستثمار مستعدة للتعاون والانطلاق وفتح أبواب الاستثمار لجميع المشاريع العملاقة.